معك حق، معك حق تكون منهار بعد كل يلي عم بيصير فيك. قديه طلعت بتشبه بيك، طول عمرك تلومه لأنه تجوز عأمك، ليك هيك عملت مثله. وحياة رحمة أمي، إذا بترجع بتفتح الموضوع لحتى تندمي. مش أنا اللي عم بفتح الموضوع، هيدا أنت، لأنك أنت عم بتكرر حياة بيك نفسها. سوزا، وعيك تفكري إنه ميتك ماشية من تحتي وأنا ماني حاسس، ها؟ إذا ثبت لي إنه أنتي ورا فضيحتي أنا وعايدة، وحياة رحمة أمواتك الغاليين على قلبي كتير، لحتى لحقك فيهم. خدني على مطرح بالجبل. ايه غمار بيان، شو قالت لك؟ شو عملت عندك؟ اجت حتى تشوف الحقيقة بعينها، حتى تصدق الشيء اللي حاسة فيه من زمان. بس هيك؟ لك شو يعني بس هيك؟ شو يعني بس هيك؟ ما عيطت عليكي؟ ما هانتك؟ ليش انت بدك اياها تهيني؟ لك انت يعني شو عم تحكي؟ انا كان بدي اعرف شو ردة فعلها على الموضوع، شو حاطة براسها، قديش معصبة، على شو ناوية، شو صار بيناتكن؟ ما قالت لك شيء؟ شو فهمتي منها؟ وانت ليش مهتم كل هالقد؟ إذا ما في حب بينك وبينها مثل ما عم تقول وبتكرهها، ليش ما بتتركها؟ شو عم تخبصي انتي؟ وانت شو اللي مخليك متمسك فيها كل هالقد؟ لقد ملكي، وانا كل شيء تحت جناحي ما بخليه يطير مني. فأماني عايدة، اسمعيني منيح، إذا بيان حاولت تتواصل معك أو اجت لعندك ما بتردي عليها أبدا، وإذا حدا اتصل فيك من رقم غريب أو أي صحفي أي شيء بالإعلام ما بتردي على أي حدا، عم تفهمي؟ وما بتطلعي برات البيت، وإذا بدك تطلعي أي محل بتخبريني، سامعة؟ غمار، غمار.